بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معاكم فاطمه من قناه كروشيستا. الفيديو بتاعنا النهارده هنشرح مع بعض طريقه عمل القاعده البيضاوي. بنفذ منها شنط، بنفذ منها بوكسات، بنفذ منها سجاد بخيط الكليم او المكرميه او اي خيط ينفع السجاد. انا النهارده اشتغلت بخيط سلسله، هعمل معاكم القاعدة دي عشان اقفل بيها شنطة. بس الفيديو ده ان شاء الله انا هشرح فيه القاعدة البيضاوي بس، هنعرف مع بعض طريقة التزايد الصحيح. هنبدأ، يا ريت تدعموا الفيديو ده بلايك وتعليق تحت الفيديو، ولو انت اول مرة تشوفي القناة بتاعتنا تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان اي فيديو جديد انزله على القناة يجيلك اشعار بيه. انا اشتغلت بإبرة مقاس 4.5 وسمك الخيط اهو، ده السمك بتاع الخيط اللي انا شغاله بيه على ابره مقاس 4.5. كمان حسب شده ايدك انت هتختاري الابره المناسبه للخيط، ولو انت طبعا شغاله باي خيط تاني كل خيط ليه مقاس ابره معينه حسب السماكه بتاعه الخيط. يلا بقى بينا نبدا نسمي بسم الله وننفذ القاعده بتاعتنا. هنبدا بقى دلوقتي. اول حاجه بعملها بسيب طرف من الخيط البدايه بتاعتي، بسيب حبه خيط كده معايا ما بشتغلش عليهم عشان اعمل بيهم الخط بتاع البدايه بتاع السلسال. بشتغل عليه غرز منزلقه بيديني منظر حلو وبيحكم لي الفراغات اللي بتبقى في القاعده من تحت. دلوقتي بقى هعمل عقده البدايه. هعمل ايه؟ هعمل دايره اهي وادخل بالابره فيها اسحب الخيط اطلعه من الغرزه دي عشان اعمل عقده البدايه بتاعتي. كده انا عملت اول العقدة بتاعت البداية. هبدأ اشتغل سلسال 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. اشتغلت 15 غرز السلسلة. هسيب اول سلسلة انا عملتها ماليش دعوة بيها، انا هبدأ ابتداء من الغرزة التانية لان انا هعتبر دي سلسلة ارتفاع انا بدأت بيها. ابتداء من الغرزة التانية اللي هي دي انا هدخل الابرة فيها واسحب خيط. اهم حاجة لما ادخل الابرة يبقى معايا فوق الابرة ضلعين من الخيط، ضلع امامي وضلع خلفي فوق الابرة. هلف اسحب خيط واطلعه واخد غرزة حشو، معايا طرفين من الخيط هلف اخد منهم غرزة من الاتنين. كده انا عملت اول غرزة حشو. هنزل تاني في نفس المكان اللي انا عملت فيه الغرزة دي تاني وادخل الابرة واخد معايا غرزة حشو. كده انا عملت كام غرزة؟ عملت غرزتين في غرزة، غرزتين في غرزة. هشتغل بقى بعد كده كل غرزة اشوفها من غرزة السلسال هدخل كده واخد غرزة حشو، واحد حشو اللي وراها اهي اللي عليها الدور هياخد فيها دي كمان حشو، اللي بعديها حشو، اللي وراها حشو. اهم حاجة وانا باخد الحشو اخده يبقى معايا فوق الابرة ضلعين من الخيط مش ضلع واحد، يبقى بس فاضل لي ضلع واحد من تحت عشان الشغل بتاعي يبقى محكوم اكتر. هنا هشتغل على كل سلسلة هتقابلني غرزة حشو لغاية ما اجي عند اول سلسلة انا عملتها، دي اللي هيبقى فيها الاختلاف في الشغل. نكمل، وهنا كمان اهي هيجي بقى عند اول سلسلة في البداية هدخل بالابرة في اخر سلسلة. اخر سلسلة عملت فيها غرزة وانزل تاني اعمل فيها التانية اهي، وانزل تاني اعمل فيها التالتة، وانزل تاني في نفس الغرزة هعمل فيها الرابعة. يبقى انا في الغرزة اللي من على الحرف عملت فيها كام غرز؟ عملت فيها 4 غرز. هرجع تاني عندي ضلع متفضل مني من السلسال بتاع البداية زي ما احنا شايفين اهو، ده ضلع ضلع ضلع، كل دي اضلع في وش غرزة الحشو، في وش غرزة الحشو. انا على قد ما اقدر بس بجيب لكم الصورة اهي. هشتغل بقى في كل ضلع من اللي عندي من اللي هيقابلوني دول اهو، ده كده هنزل اخد فيه غرزة حشو، وهنا هنزل اخد فيه غرزة حشو، وده هنزل اخد فيه غرزة حشو.
كل ضلع عايقه بيني هنزل اخد فيه حشو. طبعا الخيط اللي في الاول ده معايا، ده انا كده كده هشتغل بيه بعد ما اخلص القعده بتاعتي. هنا بقى هشتغل كل غرزه عتقابني هحط فوقيها غرزه حشو اهي، لغايه ما يجي عند الحرف. هو الشغل كله بيبقى في الحرف يمين وشمال، في بدايه الشغل وفي نهايه الشغل بتاعي. كل غرزه هحط فيها غرزه. ودي كمان جيت بقى عند الغرزة اللي كانت في الاول اللي حطيت فيها اتنين، الغرزة دي انا حاطة فيها غرزة والتانية. انا هنا من على الحرف ده حطيت 1 2 3 4، لازم الحرف ده 4 يبقى لازم الحرف اللي من هناك 4 غرز زيهم، فانا عملت منهم 2 يبقى اتفضل في الغرزة دي مرة والتانية عشان يبقى المجموع هنا 4 من على الحرف وهنا 4 من على الحرف. طيب انا دلوقتي هشتغل الشغل بتاعي حلزون. يعني ايه حلزون؟ يعني انا مش هقفل نهاية للسطر ولا هرتفع ارتفاع. فاول غرزة عندي انا هعلمها، هجيب مارك كده اجيب المارك بتاعي وعلم اول غرزة. اول غرزة عندي اهي، اول غرزة عندي اهي، فلازم اعلمها لاني ابتداء من اول غرزة دي انا هبدأ اعمل التزايدات. اول غرزة عندي دي هبدأ اعمل التزايدات، فانا هدخل الابرة وادخل جوه الغرزة اللي عليها الدور اللي هي دي. هشيل بقى المارك كده دلوقتي انا مش عايزاه. اول غرزة عندي هحط فيها غرزتين حشو من فوقيها، غرزتين حشو. الغرزة عندي انا هعمل فيها غرزتين، اول غرزة دي انا هشتغل فيها غرزتين، 1 حشو وارجع تاني اشتغل 2 حشو، 1 حشو 2 حشو. واحسن حاجة تعمليها ان انت هتجيبي مارك كده وتيجي عند اول غرزة حشو عملتيها اللي هي دي وحطي لي فيها مارك، يعني دي بتعرفك ان دي البداية بتاعتي اللي انا بادئه بيها. يبقى انا عملت 2 حشو في غرزة واحدة، الغرزة اللي وراها اللي في التزايد اللي هي الغرزة دي كمان دي هحط فيها 1 2، يبقى انا اشتغلت هنا 2 وهنا 2. هكمل بقية السطر عادي، كل غرزة في غرزتها حشو، 1 غرزة اهو، اشتغلت في كل غرزة غرزتها من غير ولا تناقص ولا تزايد لغايه ما جيت فين؟ لغايه ما جيت عند ال4 غرز اللي انا كنت حطهم في غرزه واحده من على الحرف، 1 2 3 4. ال4 غرز دول انا هحط في كل واحده منهم 2 2 2 2. يبقى انا اول غرزه اهي هحط فيها 2 واقوم عامله ايه؟ اجي عند اول غرزه حطيت فيها 2 اللي هي دي، اقوم جايبه مارك كده ومعلمه الغرزه دي ان دي البداية بتاعت التزايدات اللي بتاعت القاعدة من الناحية التانية. فانا حطيت هنا 2، هي عند الغرزة اللي وراها هحط 2 تانيين، واجي عند الغرزة اللي بعديها هحط 2 تانيين، واجي عند الغرزة الرابعة الاخيرة هحط فيها 2 تانيين. كده يبقى انا حطيت في ال4 غرز 8 غرز، كل واحدة فوقيهم 2 2 2 2، وارجع اكمل الشغل بتاعي عادي خالص على الجنب ده. كل غرزة اهو في غرزتها لغاية ما جيت عند الاتنين الاخر، الاتنين الاخر دي اللي هي الغرزة دي والغرزة دي. هنا هحط غرزتين، 1، وارجع تاني في نفس المكان احط 2، واجي عند الغرزة الاخيرة احط 1 2. يبقى انا حطيت هنا اهو 8 غرز تزايد من الجنب ده
وتمن غرز تزايد من الجنب ده. طيب انا دلوقتي طبعا مش كتر ماركات، لان انا هنا لو هحط مارك، انا حطيت مارك هنا في اول تزايد وهرجع احط مارك تاني في اخر تزايد، اللي هما الاتنين دولت في اخر تزايد اقوم حاطه المارك عشان اعرف ان دولت اول الغرز بتاعت التزايد من الناحيه دي. طيب الناحيه التانيه هنا انا المفروض ان انا حاطه مارك في اول غرزه، مارك في اول غرزه، عايزه تخليها المارك اللي في اول غرزه دي واعلم اول غرزه، تمام اهو كده، واقوم نازله كده عند الغرزه ذات نفسها واقوم معلمه. انا الاولى من كل ده اهي كده، انا علمت ان دي اول غرزه، انا الاولى من كل ده ان انا اعلم الثمانيه من اول التزايد لغايه اخر التزايد. فانا اجيب مارك تاني، هنا احط مارك وهنا احط مارك، اعرف ان دولت الثمانيه زي الناحيه الثانيه بالظبط. فانا هنا اهو خلاص خلصت السطر التاني، وده المنظر بتاعه اهو. هبدأ بقى دلوقتي اشتغل السطر التالت. في حاجة تانية انا ممكن اعلمها بايه؟ ممكن اعلمها ان البداية بتاعتي ما بتبقاش عند الخيط الطويل، الخيط الطويل ده بيبقى اللفة التانية، لكن البداية تبقى من هناك، تمام؟ عشان لو مش عايزة احط علامة يعني. هنا بقى دلوقتي هعمل ايه؟ السطر التالت، السطر التالت هيمشي كالاتي في التزايد. هعمل ايه؟ اول غرزة عندي هنا هتقابلني هعديها واحدة اهي، اول غرزة هنا هتقابلني كده، اول غرزة اهي، عدي واحد حشو، واحد حشو بس، واحد حشو، اللي وراها عدي اتنين حشو تزايد، يبقى انا اشتغلت واحد واللي وراها اشتغلت تزايد. الغرزة الجاية هشتغل واحد والغرزة اللي وراها هنا هشتغل تزايد، يبقى انا السطر الثالث هشتغل واحد حشو تزايد بس في الثمان غرز اللي كانوا مبنيين من السطر اللي فات. بعد كده ارجع اشتغل عادي خالص غرزة حشو، اهي لغاية بقى ما جيت عند بداية الثمان غرز. هنا اول بداية الثمان غرز، فهنا هشتغل واحدة بس حشو، هنا البداية بتاعتي هشتغل واحد حشو، واقوم جايبة المارك بتاعي كده واقوم معلمة ان دي اول غرزة عندي في التزايدات، اول واحدة حشو، اللي وراها هحط تزايد اتنين اهو، وبعد كده هنا واحد حشو، اللي وراها هنا اتنين حشو، اللي بعد كده واحد حشو، اللي وراها هنا اتنين حشو، وبعد كده واحد حشو، والغرزة الأخيرة اللي أنا حاطة فيها المارك هتبقى معايا تزايد، واحد اتنين اهي. تمام، ده التزايد بتاع السطر الجديد. هبدأ بقى دلوقتي أشتغل كل غرزة في غرزتها عادي خالص، واحد اول غرزه فيه طبعا ببقى معلمه، انا كنت عامله السطر اللي قبليه اتنين 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 اتنين، هاجي عند اول غرزه فيها تزايد اللي هي دي، هبقى طبعا معلمه بالمارك زي ما وريتك هنا بتعلمي اولك واخرك. بشتغل اول غرزه فيها واحد حشو بس، وتاني غرزه انا بحط فيها تزايد واحد، وانزل تاني احط التانيه، هنا اشتغل واحد بس، وهنا اشتغل هحط تزايد. يبقى انا السطر ده اللي هو السطر التالت انا اشتغلت واحد حشو اتنين، واحد حشو اتنين، مشيت كل غرزة في غرزتها لغاية ما جيت عند الاماكن اللي انا معلميها اولي من اخري، بعمل واحد حشو تزايد، واحد حشو تزايد، واحد حشو تزايد، واحد حشو تزايد، وارجع اشتغل عادي لغاية ما اخلص واجي عند المكان اللي انا معلميه اشتغل واحد حشو تزايد، واحد حشو تزايد. كده انا خلصت السطر التالت، هشتغل على السطر الرابع. السطر التالت كان معايا واحد حشو تزايد، السطر الرابع هيبقى كالاتي، اتنين حشو ورا بعض، وفي غرزة التالتة انا هحط تزايد،
تمام، ده التزايد الطبيعي اللي انا متكلمه عليه في القاعده الدائريه، سواء كانت في غرزه السنبله او في غرزه العمود، زي ما احنا عملنا السجاده وزي ما عملنا الباسكت. جيت عند بقى اول غرزه عندي اهي، انا معلماها ان دي خلاص اول غرزه، هشتغل واحد حشو واللي وراها واحد حشو واللي بعد كده تزايد، واحد حشو واحد حشو تزايد، وبعد كده واحد حشو واحد حشو والغرزة اللي وراها تزايد اهي، تمام. وبعد كده اشتغل واحد 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 لغاية ما اجي للاخر. انا معلماهم اهم، جيت خلاص هبدأ بقى اشتغل ايه هنا، هو دي الغرزة الاولى اللي انا معلماها، هشيل الماركة منها كده واحط فوقيها واحد حشو، واول واحد حشو انا عملتها هحط المارك بتاعي عشان اعرف ان دي اول غرزة في التزايدات اللي انا هعملها في السطر ده. هشتغل واحد حشو والغرزة اللي وراها واحد حشو، الغرزة اللي بعديها هحط تزايد اتنين، الغرزة الجاية هحط واحد حشو واللي وراها واحد حشو واللي بعديها هنا هحط تزايد واحد اتنين، الغرزة الجاية واحد حشو واحد حشو وراها والغرزة اللي وراها تزايد، الغرزة اللي بعديها واحد حشو واللي وراها واحد حشو، اخر غرزة انا حاطه فيها الماركة عشان منها الماركة هحط فيها كام، هحط فيها تزايد، يعني اتنين في غرزة واحدة، واخر غرزة انا عملتها هرجع احط فيها المارك تاني اهي، هرجع اعلمها واحط فيها المارك تاني عشان اعرف اول التزايد من اخر. اهي بصوا بدأت تكرف معايا اهي، هرجع بقى اشتغل هنا كل غرزة في غرزتها لغاية ما هي عند اول غرزة انا عاملة فيها التزايد بتاعي، فيها تزايد هشيل المارك بقى كده اهو، شلت المارك، فانا هشتغل الغرزة دي واحد حشو واللي وراها واحد حشو، فاول غرزة انا اشتغلتها هحط فيها المارك كده واحد حشو اتنين حشو واللي وراها هنا هحط تزايد، وهنا واحد حشو اتنين حشو واللي وراها هنا هحط تزايد كده. انا خلصت السطر الرابع، كده انا خلصت السطر الرابع، انا كده كده معلمة اول غرزة اهي اللي هي دي اللي هي تعتبر دي، يبقى انا اشتغلت في السطر الرابع واحد واحد اتنين واحد واحد اتنين، ما كده مشيت عادي اشتغلت واحد واحد اتنين واحد واحد اتنين واحد واحد اتنين واحد واحد اتنين اللي هي الكيرف اللي من الناحية التانية، بعد كده مشيت عادي اشتغلت واحد اتنين واحد اتنين وحطيت اولي وحطيت هنا اولي. انا دلوقتي هشتغل السطر، انا دلوقتي هشتغله تلاتة حشو ورا بعض تزايد. طيب انا دلوقتي بلاحظ حاجة، انا ملاحظة انا معايا كده كده اربع تزايدات من هنا ومن هنا، فانا لما هحط التزايد في نفس المكان فهتطلع البيضاوي بتاعي هيطلع متسدس او ليه زي حواف. بصوا اهو هنا يوضح اكتر، اقرب لكم الكاميرا زوم، بصوا كده اهو، لو انا مشيت على نفس الطريقة بدأ الشغل يسدس اهي، يعمل زي حافة كده، يعمل زي التزايد في الحتة دي، التزايد هنا التزايد هنا التزايد هنا، فالتزايد اصبح عندي ثابت. فانا دلوقتي هعمل عملية ترحيل للتزايدات، يعني انا المفروض ان انا هشتغل تلاتة حشو تزايد تلاتة حشو تزايد في اول واحدة، فانا مش هشتغل تلاتة حشو، انا هشتغل بس واحد حشو واحد حشو اللي هي اول غرزة، بعد كده تزايد تمام، وبعد كده اشتغل واحد اتنين تلاتة وبعد كده تزايد، يبقى انا كده اشتغلت كام تزايد اهو، اشتغلت واحد حشو اللي هي الاولى بعد كده تزايد، بعد كده واحد اتنين تلاتة بعد كده تزايد، بعد كده انا هشتغل عادي، بعد كده انا هشتغل عادي كل غرزة في غرزتها، واحد اتنين
شيل دي، ونفس الغرزة اللي كانت فيها اخري في التزايدات لازم احط المارك، لازم احط المارك عشان اعرف ان ده اخري في التزايدات. نعدله بس نقللوها شوية اهي اهي، عشان اعرف ان ده اخري في التزايدات لازم احط المارك بتاعي. همشي بعد كده كل غرزة في غرزتها. فانا دلوقتي اهو فين اول غرزة في السطر، اول غرزة في التزايد بتاعت القاعدة من الناحية التانية اللي هي دي، فانا هشتغل فوقيها حشو عادي اهي، هشتغل فوقيها حشو عادي واحط المارك اهم حاجة. هرجع لهنا، هنا كانت فيها حشو عادي واللي قبليها حشو عادي، فانا عملت هنا دي حشو عادي، يبقى انا هشتغل اتنين حشو عادي، اتنين حشو عادي فقط، وبعد كده تزايد اهو، المفروض يبقى معايا تزايد هنا اربع مرات، وبعد كده اشتغل واحد اتنين تلاتة، وبعد كده تزايد اهي، وبعد كده اشتغل واحد اتنين تلاتة، وهنا هشتغل تزايد، وبعد كده هشتغل واحد اتنين تلاتة، وهنا هشتغل تزايد. اتفضل معايا الغرزة الأخيرة اللي أنا معلماها، هحط فيها غرزة حشو. هو أهم حاجة إن السطر يكون فيه على الجنب من هنا أربع تزايدات، قسميهم زي ما تقسميهم، هتقسميهم زي ما تقسميهم. بصوا اتعدلت معايا ازاي، بصوا الطريقة دي عدلت معايا ازاي الكيرف بتاعي. السطر الجاي ولما اظبطها اكتر في كده، انا مشيت هنا زي ما انا قلتلك خطوة خطوة بالظبط، هتمشي زيي، هكمل بقية السطر. ولما احط الحشو اهم حاجة ارجع تاني احط المارك بتاعي عشان تعلم لي ان دي اول غرزة في التزايدات. هنا هنا هو اشتغلت اول غرزة حشو عادي وراها حشو عادي، لا اشتغلت اول غرزة حشو عادي وبعد كده تزايد، بعد كده تلاتة وبعد كده التزايد. فانا هشتغل واحد، فانا اشتغلت اول غرزة عندي في التزايد اللي من الناحية دي اشتغلت واحد حشو بس، واحد حشو بس. الغرزة الجاية دي انا هشتغلها تزايد اهي، وبعد كده اشتغل تلاتة حشو الطبيعي بقى بتاعي، واحد اتنين تلاتة، وبعد كده تزايد. هتلاقي متفضل معاكي في الاخر غرزتين، هتاخدي الغرزتين دولت واحد اتنين، لان انا زي ما قلتلك انا اهم حاجة عندي في السطر يبقى يمين الشغل هنا اربع تزايدات وهنا اربع تزايدات، ده التزايد الطبيعي اللي انا عايزاه. ده السطر الخامس، تعالوا نراجعوا مع بعض كده انا مشيت السطر الخامس ازاي. مشيت السطر الخامس كالاتي، عملت واحد حشو تزايد، بعد كده التلاتة حشو تزايد، وبعد كده حشو عادي خالص لغاية ما جيت عند المكان اللي انا هبدأ فيه اوله التزايد، عملت واحد حشو واللي وراها واحد حشو، وبعد كده عملت تزايد، تلاتة حشو تزايد، تلاتة حشو تزايد، تلاتة حشو تزايد، ومشيت عادي لغاية ما جيت عند المكان اللي انا معلماه، عملت واحد حشو بس تزايد، وبعد كده تلاتة حشو بس التزايد، وفي الاخر عملت الغرزتين اللي فاضلين معايا اتنين حشو عادي خالص. عطاني المنظر ده اهو، بصوا، ولسه كمان هتتظبط اكتر. اطلع على السطر السادس، شوف بقى دلوقتي هنعمل ايه. السطر اللي فات كان تلاتة حشو بعد كده تزايد، المفروض ان السطر ده هيبقى اربعة حشو تزايد، ما انا ماشية بزود كل مرة واحد حشو. السطر ده المفروض اللي هو هيبقى واحد اتنين تلاتة اربعة تزايد، واحد دي اولي اهي، واحد اتنين تلاتة اربعة، وهنا تزايد اهي، وهنا واحد اتنين تلاتة اربعة، واجي عند اخر غرزة هنا هعمل تزايد اهي. يبقى انا اشتغلت السطر السادس اربعة حشو وبعد كده تزايد، اهم حاجة اخر غرزة. خلاص خلصت لغاية ما جيت للمارك بتاعي، هشيل بقى المارك وابدأ اشتغل واحد
واحد اتنين واحد اتنين تلاتة اربعة، بعد كده تزايد. اول غرزة هعملها اللي هي دي، اقوم حاطه المارك بتاعي واحد اتنين تلاتة اربعة، واجي عند الغرزة دي هحط هنا تزايد، وبعد كده اشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة، واحد اتنين تلاتة اربعة، وبعد كده احط هنا التزايد، هنا تزايد، وبعد كده اشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة، واحط هنا تزايد، واجي في الاخر واحد اتنين تلاتة اربعة، واخر غرزة اللي هلاقي عندها العلامة يتحط فيها تزايد، واحد اتنين تلاتة اربعة، واخر غرزة هيتحط فيها العلامة هنا هديها فوقيها تزايد، واحد اتنين اهي، واقوم حط المارك بتاعي، اكمل القيمة اللي انا حطاها، هشيل بقى العلامة واعمل واحد اول غرزة، وارجع تاني احط علامتي اهم حاجة عشان دي اللي بتبين لي اهي، واقوم عاملة واحد اتنين تلاتة أربعة، ويجي هنا أحط التزايد بتاعي، وبعد كده واحد اتنين تلاتة أربعة، واحد اتنين تلاتة أربعة، وآخر غرزة أنا هحط فيها التزايد الأخيرة أهي، حطيت فيها التزايد كده. انا خلصت السطر السادس اللي هو كان المفروض ان انا هشتغل اربعة حشو تزايد، اربعة حشو تزايد كده خلاص معايا. المفروض السطر السابع هيبقى خمسة حشو تزايد، بس انا دلوقتي عايزة اعرف القاعدة بتاعتي، فانا دلوقتي لازم اعرف المقاس اللي انا عايزاه للقاعدة. تمام، لو القاعدة بتاعتي دي عليها المقاس المظبوط فانا هقفل عشان اطلع السطر الجديد. انا الفيديو ده ان شاء الله هشتغل بس القاعدة، هنتعلم مع بعض القاعدة، وبعد كده ان شاء الله هقفل معاكم شنطة في فيديو تاني منفصل، بس المرة دي نكون عرفنا القاعدة وطريقة التزايد بتاعتها السليمة اللي ما تخليش القاعدة تسدس مني اهي. هعرف بقى دلوقتي السطر اللي جاي اللي هو يعتبر السطر السابع انا هشتغل ايه. هشتغل خمسة حشو تزايد، خمسة حشو تزايد، اقوم حاطه المارك، ارجع اشتغل هنا حشو عادي، جيت من اول هنا لهنا المكان بتاع التزايد فانا هشتغله ايه، خمسة حشو تزايد، خمسة حشو تزايد، خمسة حشو تزايد. طيب انا لقيت ان الشغل بتاعي بيسدس، نفس الحركة اللي عملناها لما كنا في سطر تلاتة حشو تزايد، اخدت اول واحدة بس حشو كده عملت التزايد وكملت تلاتة حشو تزايد، وجيت هنا هو انا بقسم التزايدات بتاعتي. انا المفروض معايا اربع تزايدات يمين واربعة شمال، فانا هشتغل مثلا مثلا هنا مره تزايد، هنا مره تزايد، هنا مره تزايد، هنا مره تزايد. انا هفنط التزايدات حتى لو مش بعدد، حتى لو مش بعدد. تعالوا مع بعض نشوف السطر ده انا هفنط التزايد بتاعي ازاي. انا المفروض هنا هو هيبقى خمسة حشو تزايد، تمام، فانا لو جيت عملت خمسة حشو فوق الاربعة حشو اللي كانوا تحت وجيت حطيت التزايدات كلها في نفس المكان، الاقي ان القطعة بتاعتي بدأت تسدس مني تاني. فانا دلوقتي هشتغل اتنين بس حشو، اتنين بس حشو، واحد اتنين، والغرزة اللي جاية هحط فيها تزايد، اتنين بس حشو، والغرزة اللي وراها هحط فيها تزايد، بعد كده اشتغل خمسة حشو، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وبعد كده أحط هنا التزايد أهو، ويجي بقى أمشي هنا عادي خالص، بس أهم حاجة الغرزة اللي فيها الحشو دي شيل المارك وحطه فوقيها أهي عشان أبقى خلصت الجنب ده، واحد اتنين، وفوق المارك هنا أهو بشيل المارك وأعمل غرزتها، وبعد كده أحط فيها المارك بتاعتي أهي عشان اعلمها. اجي بقى اشتغل لغايه ما اوصل للمكان اللي هنا، هبدا بقى ارحل التزايدات، برضو مش هشتغل خمسه حشو، لا انا هاخد من الخمسه حشو
زي ما انا عملت هنا هاخد 2 حشو تزايد، بعد كده 5 حشو تزايد، 5 حشو تزايد، 5 حشو تزايد، هتلاقي اتفضل معاكي في الاخر 3 غرز. تعالوا نشوف اكمل الحته دي ونشوف هنعمل بعد كده. جيت بقى هنا عند التزايد، عند البدايه اللي انا ببدا ازود فيها هعمل ايه؟ هشيل المارك بتاعي وهشتغل 1 حشو وارجع احط المارك بتاعي تاني اهو من فوق، وارجع بعد كده اعمل 2 حشو، 2 حشو فقط، وبعد كده تزايد عشان انا برحل التزايديه، وبعد كده اشتغل 5 حشو، 2 3 4 5، وبعد كده اشتغل هنا تزايد، وبعد كده اشتغل 1 2 3 4 5، ارجع هنا اشتغل هنا تزايد، اعدل بس كده 1، وارجع تاني احط التانية، وارجع اكمل بقية السطر 1 2 3 4 5 تزايد. غصب عنك انت كده كده هتلاقي معاكي في الاخر 3 غرز. ليه 3 غرز في الاخر هنا فاضلين؟ لان انا من الخمسة اللي كنت المفروض اعملهم قبل التزايد انا اشتغلت 2 بس، فاتنين وفي الاخر 3، يبقى هنا المجموع الخمس غرز اللي كانوا قبل التزايد، عشان كده اعرف نفسي ان انا ماشية تمام، ان انا مش ناسية ولا غرزة، كل غرزة انا معوضاها. جيت هنا اهو خلصت، اقوم شايلة دي وحطها فوقيها عشان اعرف ان هنا اخر التزايد. امشي نفس الكلام. انا جيت بقى لغايه المارك بتاعي اللي انا معلماه، هشيل المارك كده هنا. طبعا البدايه بتاعتي، البدايه بتاعتي اهي، دي البدايه بتاعتي اهو، جيبها كده، ودي البدايه بتاعتي اهي هعلمها. البدايه بتاعتي انا كنت بادئه بكام؟ كنت بادئه ب2 حشو، بعد كده تزايد، يعني المفروض قبل الاتنين حشو يكون معايا كام مرة؟ 1 2 3، وهنا تزايد 1 2 3 4 5، وهنا تزايد، يبقى انا برضو هبدأ بنفس الكلام اللي انا بعمله. هنا بدأت ب2 حشو بعد كده تزايد، يبقى هنا كمان هبدأ ب2 حشو بس، 1 2، والغرزة اللي جاية هنا هحط التزايد بتاعي 2 حشو، وهنا هحط التزايد، وبعد كده اشتغل 5 حشو، 1 2 3 4 5، وبعد كده احط هنا التزايد زي ما قلنا في اللفة اللي من هناك، او في التزايد اللي من هناك. لازم غصب عنك هتلاقي 3 غرز معاكي هيتحط فيهم اخر الشغل بتاعي. كده انا اعرف ان انا ماشيه تمام وماشيه مظبوط. يبقى انا كده هو وصلت للسطر، انا كده هو وصلت للسطر السابع، للسطر السابع اللي فيه 5 حشو تزايد، اهو منظر التزايدات من على الجناب من اليمين ومن الشمال. بكده اهو بقى الشكل بتاعنا بتاع القاعده بتاعتي. المفروض ان انا هطلع على السطر الثامن، السطر الثامن هيبقى 6 غرز حشو تزايد، 6 حشو تزايد، ممكن اعمله طبيعي لان انا السطر اللي قبليه انا رحلت التزايدات، فهيطلع معايا مظبوط. يعني انا هرحل تزايدات سطر وارجع اشتغل سطر ثاني عدل، عشان ما تسدسش بس مني وما تعملش معايا زوايا في الاركان في مكان التزايد. انا كده لما برحل بتظبط معايا القاعده بتاعتي. اهو منظر القاعده زي ما انتم شايفين، هحاول ان انا اقربها على قد ما اقدر. اهي اهي منظر القاعده، بصوا مظبوطه ازاي. تمام، انا خلاص خلصت القاعده بالطول وبالعرض المناسب اللي انا عايزاها لاي شنطه. هوقف بقى على كده. المفروض اللي انا طالما انا ماشيه حلزوني انا عايز اقفل النهايه بتاعتي، وبعد كده ابدا الشغل بتاعي على سليم. ممكن في ناس كمان بتاخد غرزه المنزلقه وببدا اطلع على الغرزه الخلفيه حسب ما انت عايزه، الغرزه الخلفيه او بتشتغلي في الغرزه العادي، كل غرزه في غرزتها من غير ولا تزايد ولا تناقص، وبتطلعي بجسم الشنطه. بس انا دلوقتي هقفل على الاساس ده. خلاص انا كده خلصت القاعده بتاعتي، عايزه اقفل اخر غرزه معايا. ممكن هنا اهو هاخدها بمنزلقه
ان انا هكمل عليها شغل تاني اهي، واقفل واخدها كده اهو. تمام، انا كده خلصت القاعدة، عرفتكم طريقة التزايد الصحيحة السليمة اللي بتطلع لي قاعدة بيضاوي بطريقة سليمة، ما يكونش فيها اي تعريجة او يعني ولا مشدودة ولا مورورة اللي هي فيها تزايدات، لا قاعدة سليمة زي ما انتم شايفين قدامكم كده. طيب انا دلوقتي كنت عاملة خيط في الاول وقلت عنسبوه، تعالوا نشوفه مع بعض الخيط ده انا هشتغل بيه ايه او هيفيدني بايه بالظبط. شايفين هنا اهو الغرزة الأخيرة اللي كان فيها الأربع غرز، اللي كان فيها الأربع غرز، أنا هطلع أدخل الإبرة فيها وأطلع الخيط بتاعي كده أهي. شايفين بقى كده طلعت الخيط بتاعي بالجواب دي، طلعت الخيط بتاعي من هنا. تاني غرزة هتقابلني بعديها أهي عند الاتنين حشو في نصهم في الغرزة، بدخل كده الإبرة وببدأ أسحب وأطلعها منها وآخد غرزة منزلقة. فين الغرزة اللي جاية اللي عليها الدور؟ أهي على قد ما بقدر بوضحها لكم. في السلسال ذات نفسه بدخل الإبرة وأطلع من هنا لهنا وأريح الشغل بتاعي. الغرزة اللي عليها الدور أهي، بدخل وأطلع اللي عليها الدور، كل غرزة هتقابلني أهي كده، بدخل هنا اهو انا اهو ماشيه. بصوا ازاي، فين الغرزه اللي عليها الدور اهي، مدخل الابره واسحب اخد منها خيط من هنا للغرزه اهي، مدخل الابره واسحب اخد منها خيط من هنا للغرزه، بدخل كده في الغرزه اللي جايه اهي، اسحب الخيط من هنا لهنا، ادخل في الغرزه الجايه واسحب من هنا لهنا، هكمل بقيه السطر بنفس الطريقة اهو. انا عشان كده سبت الغرزة اللي جاية اهي، عشان كده سبت الخيط بتاعي الغرزة اللي جاية اهي واسحب منها خيط، ويجي عند الغرزة الاخيرة نفس الكلام، اقوم اخده كده الخيط وسحبيه منها اهو. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، تعالوا نشيلوا التزايدات خلاص انا مش محتاجيها دلوقتي. تعالوا نظبطه نشوفوا القاعدة بتاعتي بقى شكلها عامل ازاي اهي. بصوا شكل القاعدة بتاعتي بعد ما قفلت كمان الحتة اللي هي في النص دي عند السلسال وظبطتها اهي. بصوا منظرها اهو، وده الشكل النهائي للقاعدة بتاعتي، قاعدة البيضاوي. ان شاء الله القاعدة دي انا هشتغل عليها شنطة في فيديو جاي ان شاء الله. كده يبقى احنا شرحنا على القناة طرق مختلفة لطريقة عمل القاعدة الدائرية، نفذنا هنا ثلاث فيديوهات بثلاث طرق مختلفة، وكل الطرق اللي فيهم بتأدي معاكي في الاخر لدايرة صحيحة سليمة ما فيهاش اي غلطة. وهنا الفيديو ده انا اشتغلت القاعدة البيضاوي.